السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نوع للمد في هذه الكلمة وإزاي بنقرأها عند الوصل وعند الوقف؟ ذكرت هذه الكلمة في سورة النمل. تعالوا يلا بينا نعرف إزاي نقرأها عند الوصل وعند الوقف. أنا عندي همزة بعديها ألف، وده بنسميه همزة ممدود، وقلنا كل همزة ممدود بنسميه مد بدل وبنديله مقدار حركتين. يبقى هنقولها ازاي؟ يبقى هنديلها حركتين. طيب عندي التاء مفتوحة جي بعديها ألف صغيرة، يبقى برضو هنمد الألف الصغيرة مقدار حركتين. آتا آتا. النون عندي مكسورة فبقولها آتاني آتاني. انا عندي ياء ودي بنسميها ياء معكوسة متحركة بالفتح، يبقى هنطقها زي اي ياء موجودة في القرآن الكريم فاقولها ياء فتحة ياء آتانية آتانية. عند الوصل هننتقل من الياء الى اللام المشددة اللي في اسم الجلالة، لان طبعا عندك همزة الوصل هتسقط وصلا، وبالتالي هننتقل من الياء الى لام اسم الجلالة، ولام اسم الجلالة قبلها مفتوح يبقى هنقراها ايه؟ مفخمة. يبقى هنقولها ازاي؟ آتاني الله آتاني الله. ده في حالة الوصل. تعالوا بقى نشوف في حالة الوقفة هنقراها ازاي. ورواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية ليا وجهين عند الوقف، إما الإثبات أو الحذف. يعني إيه الإثبات؟ يعني أثبت، أقف على حرف الياء أثبتها، وبالتالي لما هقف على الياء هعمل فيها إيه؟ أسكنها، وقبلها مكسور يبقى تصبح مد طبيعي حركتين عند الوقف. هقولها إزاي؟ آتاني آتاني. ده الوجه الأول وهو إثبات حرف الياء، يبقى همدها إيه؟ حركتين. الوجه الثاني ان انا هعتبر الياء دي مش موجودة خالص وهقف على النون بالسكون، ولما هقف على النون بالسكون هعمل ايه؟ هيبقى يصبح عندي الف ساكنة ونون ساكنة، فهتخلص بالساكنين بحاجة اسمها المد العارض للسكون، فهديها عند الوقف اربع حركات بالتوسط لحفص. يبقى هنقرأها ازاي؟ آتان. وممكن برضو اقف عند الوقف اقف بالروم. يعني ايه الروم؟ يعني هدي كسرة بسيطة للنون عند الوقف. هقول ازاي؟ آتاني ني فقط لا غير، ولا نطول في الكسرة ولا اديها المد، يا دوبك بس اعمل روم، يعني ادي كسرة بسيطة للنون. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وما تنسوش اللايك والاشتراك، واي سؤال اكتبوا لي في التعليقات هينزل لكم ان شاء الله صوت وصورة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.